في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية عرض تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية استشاري تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. بحب سكركن انه الفيديوهات المرفقة فيكن تشوفوها على يوتيوب راديو تموز. بليز اعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس لتحضروا فيديوهاتنا الجديدة. اليوم بحلقتنا رح نستضيف مرة تانية السب الامور حسونة. الماما خبرتنا وقتها انه حسونة كان عم بيلاقي صعوبة انه يكتسب مفهوم جدول الضرب رقم 2، كانوا مبلشين بجدول الضرب رقم 2 ليشوف انه counting in 2 ليوصل المفهوم عنده. فاستخدمنا اللوحة بشكل افقي مكتوب من 1 للـ10، وبعدين بنفس الوقت بشكل عمودي عنا كمان من 1 للـ10، وبعدين بيجي مثلا لنقول من 2 × 2 بيبقى في خانة خاصة فيها بيطلع نمبر 4، 2 × 3 الخانة اللي حدها بيطلع 6، ولا إلى آخره مثل ما بتشوفوا بالفيديو المرفق بالحلقة. بنفس الوقت نحنا كنا عاملين في لوحة باللون الأحمر ومعانا قلم الوايت بورد، إنه فينا سهل إنه نمحيه. بنفس الوقت كنت عم بخليه يشوف وسائل إيضاح قدامه، بحط إيدي مثلاً 2 × 2 بيشوف إنه 4، بدي يكتب 4 بعدين لحتى يوصل المفهوم إنه as if he's counting into 2، إنه كانوا عم بيعد 2، إنه 2 4 6 8. حتشوفوا خلال الفيديو كيف وصل المفهوم بشكل إنه لأنه نحن عم نتبع بالأصبع عندي عم فرجي إنه 2 من الناحية العمودية، لما بنضربها بالتو بالأفقي بيطلع معنا 4، كمان نفس الشيء مع الثلاثة بتطلع 6، وعارف بالخانة المخصصة فيها لا عم يعرف الجواب وعم بي انه عم بيتحسر بس بشكل مزبوط لانه وصل المفهوم وكيف تفاعله ومبسوط وكان كتير مركز. هلأ اللوحة بالأجوبة كانت قدامه، هلأ وصل المفهوم بدنا نتأكد انه احتفظ فيه حتى لو ما كان الجواب قدامه. فاللي بيصير من محي اللي انكتب، هذه كانت أول مرة بنشتغل عليها، محيناهن واللوحة بالأجوبة الموجودة حتشوفوا بالفيديو خبيناها. لما بطلب منه 2 × 2 بتكون مخبى الجواب بديستراكتر، يعني بخشبة لونها بيضة ما عم بشوف الجواب فيها. وكانت الاستجابة شوي عم بفكر انه كيف انه 2 × 3 قديش بيطلع، بلشت تطلع معه 6. ما تنسوا انه مش عم بشوف الاجوبة وكان كتير مركز معي وعم يتطلع من اللوحة ويرجع يكتب بدون ما يكون في اي تشتت، ولا خلصون لرقم 10 وكانت الإجابة صحيحة ووصلوا المفهوم بطريقة محببة وملموسة، وكان انتباهه وتركيزه عالي جدا خلال طريقة التعلم، وحتى يعني عن جد كنا كتير فخورين فيه وبعدنا فخورين فيه لحسونا. كانت معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، بلتقي فيكم إن شاء الله بكرة مع راديو تموز الإلكتروني. إلى اللقاء. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية
راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في الباب. أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.